اهلا بيكم في لقائي الثاني. انا بتكلم عن السياحه الداخليه من خلال مبادره اسمها اعرف بلدك. معايا مشرفه المبادره الاستاذه اسلام. اهلا بيكي استاذه اسلام. احنا اللي نعرفه بقى ان انت كمان بتحبي فعلا المجال ده، انت دارسه المجال ده وحاصله على ماجستير اثار اسلاميه فعلا. فجميل ان الواحد يبقى حابب المجال ودرسه وكمان يعني اشتغل فيه، بس هو مش شغل يعني، احنا الواحد دلوقتي مش بيشتغل، هي حاجات تطوعيه. المبادره تطوعيه بالزبط. تماما تطوعيه. انا يعني بقف فعلا والله، انا حتى كنت بقول لك مش كده قبل الهوا، انا بقف باعجاب قدام اي حد بيشتغل عمل تطوعي بيخصص له كتير من وقت، خصوصا ان انت ما عندكيش كمان شغله تبقى مصدر دخل ليك. فجميل جدا يعني من الشباب النماذج اللي الاقيها كده. طيب نقول بقى المبادره دي بدات من حوالي قد ايه؟ هي بدات من حوالي سنتين ونص، دي السنه الثالثه ليها. بدات بالظبط في 2022 التاريخ مميز كده، حبينا نبدا. مين بقى حبينا؟ مين انتوا بقى وجمعتوا ازاي؟ جاتلكوا الفكره ازاي؟ احنا عندنا الليدر الفريق طبعا استاذ يوسف مصطفى، هو اللي فكر في الفكره وبداها قبل ما احنا نبقى معاه، وبعدين بدا ان هو يشهر نفسه بحاجات معينه، واحنا نزلنا شفناه بقى على الحاجات على مواقع السوشيال ميديا وكده، وبدانا ان احنا نتقابل معاه وحبينا ان احنا ننزل معاه بالفعل، وهو كان مرحب جدا نزلنا معاه. احنا طبعا بنات وولاد، البنات اللي موجودين طبعا محافظات مختلفة. اسكندرية طبعا؟ لا، طنطا. غربية. محافظات مختلفة، كليات برضو مختلفة. انا كلية اداب قسم الاثار، موجود معنا كليات اثار وموجود معنا تاريخ كمان، فتعرفنا على بعض عن طريق السوشيال ميديا وبدأنا ان احنا نبدأ المبادرة دي مع بعض علشان نعمل نشر الوعي الاثري للطلبه، ومش بس الطلبه، لجميع الفئات. بالظبط. وبعدين ده مش وعي اثري بس، ده وعي سياحي وتنشيط سياحه. انتوا على فكره بتعملوا شغل كبير، عشان بس مش واخده بالك. وبعدين ان انتوا تتجمعوا على فكره زي كده، ويبقى الشباب يعني بيضيع وقته في حاجه مفيده، بيستغل السوشيال ميديا في حاجه ايجابيه، يعني دي حاجه جميله جدا، لان انت عارفه استغلال السوشيال ميديا، عدم تقدير الوقت من شباب كتير. بالظبط. ده منتشر يعني. طيب حققتوا بقى بصراحه كده قد ايه، نسبه قد ايه من الهدف اللي كنتوا داخلين بيه المبادره دي في 2022؟ انتوا الهدف كان الوعي بالاثار، توعيه الناس بالاثار. بالظبط. والسياح في نفس الوقت وتنشيط السياحه الداخليه. فحققتوا قد ايه؟ من ضمن اهدافنا برضو ان احنا كمان نعرف الناس او الشعب المصري عموما التاريخ بتاع مصر والحضاره المصريه القديمه، لان هي من اعظم الحضارات اللي ممكن نتكلم عليها، ومن اعظم الحضارات اللي تم فيها حاجات، من اعظم الاكتشافات اللي تم اكتشافها لحد الان. فكان من ضمن برضو اهداف المبادره ان احنا نبين ونوضح للشعب المصري الحاجه دي بالظبط، لان هي حاجه جميله جدا في الابداعات بتاعتها. الفنان ابتدع عمارة، يعني بننزل مثلا مكان إسلامي فيه جوامع، مساجد، متاحف مثلا، الحاجات دي كلها بتبقى العمارة بتاعتها، احنا بنبقى واقفين مذهولين بيها بصراحة يعني. اما بالنسبه للحاجات اللي احنا حققناها، جمعتي معلومات بقى كتير جدا، انت نفسك اتطورتي حتى عن ايام دراستك والماجستير بتاعك، طورتي جداً نفسك بالمعلومات بقى وبالممارسه العمليه. بالظبط. احنا بنعمل ايه مثلا؟ المكان احنا مش عارفين عنه كل الجوانب بتاعته، فبنبدا ان احنا نجمع داتا من الكتب، مثلا كتب طبعا موثقه، دكاتره ومؤرخين وكده، وبنجمع الحاجه دي وبننزل نشوف المكان نفسه حتى قبل ما ننزل الزياره بتاعتنا. احنا في عندنا زيارات وفي عندنا تدريبات ميدانيه، فبننزل الاثنين. تدريبات عباره عن ايه؟ بتدربوا مين وايه؟ لان انا فهمت منك ان في جزء تدريبات كمان. بالظبط. الزياره غير التدريب، الزياره بتبقى حاجه منفرده لوحدها، غير منزل تدريب. بننزل زياره مكان معين الناس طلبوه مننا، مثلا على السوشيال او على المواقع التواصل بتاعتنا، على الواتساب او على قناه التليجرام، طالبين مننا ان احنا ننزل مكان كذا، فتمام بننزل معاهم المكان ده. اما بالنسبه للدورات بتاعتنا،
احنا بنجمع اماكن كذا مكان مثلا 5 أو 6 وبعدين بنعرضهم على الناس اللي موجودين معنا في التيم، وبنعمل فوت على الواتساب وعلى الفيسبوك، يا جماعة انتوا حابين تنزلوا اي مكان الاول وانهي مكان هيفيدكم مثلا بالنسبة لدراستكم، فبيختاروا المكان اللي هم عايزينه، بنبدأ ان احنا نجمع العدد وننزل المكان ده بالناس اللي معانا، سواء كانت طلبة بقى او كانت ناس كبيرة او ناس مهتمة بالمجال نفسه. وبرضو في الطلبة سائحين، في يعني تتعاملوا مع سائحين بتشوفوا ولا مجالكم بعيد تماما عن مصر؟ هو اللغة عاملة عائق شوية بيننا وبينهم، بس احنا بنتعامل معاهم. من فترة كنا في الاهرامات قابلنا روسيين وتركيين وحاولنا نتعامل معهم، لان معانا برضو من ضمن التيم ناس خريجة ارشاد ومعهم لغة كويس، فبيحاولوا ان هم يتعاملوا مع الحاجات اللي شبه دي. وكمان كنا في مجمع الاديان، تعرفنا برضو على ناس هناك. وغير كده الفيسبوك بتاعنا، احنا عندنا حاجه على الواتساب اسمه جروب المقالات. الجروب ده احنا بنجمع فيه موضوع معين مثلا او حاجه معينه، وبنبدا ان احنا نوثقها وننزلها على الجروبات بتاعتنا. مؤخرا بدانا ان احنا ننزل ده كمان باللغه انجليزي مثلا، فبقى في اقبال شديد قوي وناس بتدخل لنا. عائق يعني انت لما تكوني على هذا المستوى وحاصله على دراسات عليا وعندك المستوى والخبره والدراسه دي وتبقى اللغه عائق، دي حاجه مش بتفكري ان انت تدرسي؟ يعني انت اكيد عندك مثلا مبادئ انجليش او اي لغه من اللي هي يعني تشوفيها بتتعاملي فيها في مجال السياحه بالظبط، اللي هي في عندنا هم بيفضلوا لغات نادره، مش بيفضلوا نتعامل باللغات الدارجه، في بالذات الوزاره في الاثار يعني مش بتحب لغه نادره. علشان ايه؟ زي ايه اللغات المطلوبه؟ اللغات المطلوبه حاليا هم الوزاره بتغير نشاطها من فتره لفتره، بس المطلوب حاليا مثلا تركي، اسباني، برتغالي، فاحنا فعلا بادئين نعمل كده. وحتى من ضمن اهداف التيم لما لقينا نفسنا كبرنا والنتائج اللي احنا توصلنا اليها وناس كتير جات لنا، بقينا نعمل لهم منصات على الزوم وبنديهم محاضرات وندوات، وغير كده كمان بنقدم لهم كورسات مجانيه تماما. احنا خلصنا كورس الاسباني من فتره وشغالين دلوقتي في كورس الهيروغليف ان شاء الله. هيروغليف الله، ده فعلا يعني هيبقى مطلوب وهتلاقي سوق العمل اتفتح ليك. يعني انا اللي اعرفه ان انت لغايه دلوقتي مش قادره تشتغلي زي الشباب كتير بالزبط. لكن احنا لسه فيها اللغه، انك تدرسي لغه ايا كانت بقى انت، اما هو سوق العمل بيتغير كل شويه، انت بتقولي لي الوزاره بتغير متطلباتها كل شويه، بس ابدأي باللغه اللي اكثر طلبا عليها بالظبط. الجروب برضو بنفكر احنا كاشراف التيم بنفكر ان احنا نعمل الحاجه دي مع بعض. يعني مثلا احنا تقريبا 6 أو 7، استاذه اميره، استاذه رحمه، استاذه رنا، واستاذه يعني استاذه منى، بحث اثريه حنان بالظبط، دول بنجمع دلوقتي نفسنا كده وبنفكر ان احنا نعمل لغه نادره فعلا، ناخد كورسات مثلا اللغه دي علشان لما نيجي ننزل بحاجه تانية غير التقليديه اللي احنا بننزل بيها، مثلا دايما عربي، دايما مع طلاب، دايما مع مصريين. لا، احنا عايزين نكبر اكتر من كده ونبقى مع مثلا افواج سياحيه اجانب مثلا جميع اللغات سياحيه مثلا. يعني ده يفتح لك مجال الارشاد السياحي لو امتلكتي لغه من اللغات المطلوبه دلوقتي بالظبط. يعني راحت خلاص على موضوع انجليش وفرنش ده اللغات الاساسيه. لا، هم موجودين دلوقتي، بس موجودين بقى مع الناس اللي هي كانت من فتره عدت كانجليزي، اسباني، اللي هو مثلا الماني. الحاجات دي موجوده بالفعل، لان اكيد كده كده في ناس هتطلب ان هي تنزل وفي سياحيين بينزلوا فعلا. بس الوزاره حاليا طالبه حاجات تانية، لان بقى في اقبال على لغات تانية غير اللغات اللي احنا بندرسها ومعروفه بالنسبه لنا. ايه الاماكن بقى اللي تم تطويرها اللي ممكن نقولها سريعا كده لمتابعينا دلوقتي، اللي ممكن ان احنا يبقى علينا دور رئيسي في التنشيط ليها والتسويق ليها وزيارتها ونعرف ولادنا بيها، لان الموضوع ده مهم جدا. تمام، هنبدأ مثلا بمنطقة الأهرامات. هي منطقة قديمة ومعروفة ومشهورة جدا، بس فيها أماكن معينة محدش نزلها أو محدش عنده فكر كتير عن المنطقة دي. مثلا موجود هناك مقبرة اسمها مقبرة ميرسى عنخ الثانية. المقبرة دي من أجمل المقابر اللي الإنسان ممكن يدخلها عموما بجد.
غير كده في هناك كلية يقال ان هي كانت كلية الآثار قديما، دي اول كلية آثار في التاريخ، وبرده في موجود مقابر العمال هناك. احنا برده في غفلة عن ان احنا ندرس الحاجات دي ونظهرها، احنا بننزل المنطقة بناخد هرم خوف وخفرع ومنقورع وبس كده. لا في حاجات تانية، وده اللي انا اعرفه دلوقتي. لا في حاجات، وده اللي كنت بقول للمشاهدين في الاول، ان في حاجات احنا ما نعرفهاش وتفاصيل كتير. على فكرة بلدنا غنية جدا جدا جدا، يعني ثلث آثار العالم، فاكيد فيها حاجات كتير أوي. لا واماكن احنا ما رحناهاش وما شفناهاش ومش عارفين تفاصيلها ايه، فليه لا يعني ليه فعلا ما نبقاش عندنا. هي المبادره بقى والتيم بتاعنا بيركز على الحته دي بالظبط، على مش بس يكون طلاب، لا من جميع الاتجاهات بقى، خريجين مثلا او ناس حابه، فئات تانية حابه تنزل ان هي تشوف فعلا اثار البلد بتاعتها وتستمتع بالحاجات اللي موجوده. بشكرك أستاذة إسلام إسماعيل، شكرا ليكي، ونتمنى أن كل حد فعلا يقدر قيمة مصر، هيقدروا قيمة مصر ولادنا لما يروحوا فعلا الأماكن الأثرية اللي ما فيش زيها في أي بلد في العالم. ساعتها الموضوع الانتماء اللي احنا بنتمناه يكون موجود عندنا كلنا وعند ولادنا هيجي بطريقة عفوية تلقائية. شكرا ليكي مرة تانية. بكده لقائي انتهى، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. انا وهدى الجندي بنلتقي بيكم مرة اخرى بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا، وانتهت حلقتنا النهاردة. قدمنا لكم مجموعة من الفقرات نتمنى تكون أفادتكم. النهاردة اتكلمنا على موضوع الجريمة الإلكترونية، وقد إيه فعلا أن في مشاكل كثيرة جدا ممكن تكون بتحصل نتيجة عدم وعينا بمشاكل السوشيال ميديا والإنترنت والويب سايت اللي ممكن تكون فيها دارك ويب سايت، وده كتير مننا كأهالي مكناش نعرفه. فريت ناخد بالنا كويس قوي 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 من القصة دي، لأن فعلا ممكن تحصل كثير من الجرائم الإلكترونية اللي بتأثر على أولادنا. يعني أنا بتهيألي بعد الحوادث والأحداث اللي هي دخيلة تماما علينا يا هدى دي وناقشتها خلال لقائك، أي أم أو أب هيبقوا حريصين قوي إن هم يعرفوا ولادهم لما بيغيبوا عنهم فترة ومش عارفين هم بيعملوا إيه على النت وفاتحين على أي موقع. يعني مهم قوي إن احنا نحاول بأي طريقة إن احنا نعرف هم بيعملوا إيه في وقتهم ده كله. دي حقيقة، ولازم كمان الولاد نفسهم يبقوا عارفين خطورة المواضيع دي، لأن هم أذكى مننا في القصة بتاعت الإنترنت دي. يعني كتير من الولاد فعلا عندهم معلومات أكبر بكتير جدا وعندهم ذكاء كبير جدا، فياريت ياخدوا بالهم إن احنا نستخدم الإنترنت في الحاجات المفيدة، مش لازم ندخل على حاجات فعلا دموية بالشكل ده. ربنا يا رب يحافظ على كل ولادنا ويبارك فيهم، وكل الخير يا رب ليهم، ومسؤوليتنا دايما احنا تجاههم مسؤولية كبيرة قوي إن شاء الله نكون قدها. بشكرك يا هدى، شكرا ليكي. بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا في حلقتنا النهاردة. بكرة ليكم لقاء جديد وحلقة جديدة وفريق عمل جديد. شكرا وإلى اللقاء.